في الحقيقة هو يعني من الممثلين اللي كانوا أرستقراطيين جدا على الشاشة، يعني بنقول عليهم كده ابن الناس الكويسين، شرير وفي نفس الوقت طيب، واحد من رواد مدرسة الاندماج اللي ساب بصمة وعلامة مميزة في تاريخ صناعة السينما المصرية. مين فينا ما اتفرجش على نهر الحب أو أجازة صيف أو حب ودموع الفنان القدير زكي رستم، اللي النهاردة يعني ذكرى عيد ميلاده. خلونا نشوف التقرير عن حياته. في مثل هذا اليوم ولد الشرير الطيب، رائد مدرسة الاندماج الذي هجر حياته الأرستقراطية من أجل الفن. أشهر عازب في السينما هو الفنان زكي رستم. ولد زكي رستم بحي الحلمية الذي كانت تقطنه الطبقة الأرستقراطية في أوائل القرن الماضي، وكان والده محرم بك رستم. في عام 1920 نال شهادة البكالوريا ورفض استكمال تعليمه الجامعي، وكانت أمنية والده أن يلتحق بكلية الحقوق، إلا أنه اختار التمثيل. كانت بدايته مع الفنان عبد الوارث عصر، حيث انضم إلى فرقة عزيز عيد، ثم تركه بعد شهور لينضم إلى فرقة اتحاد الممثلين، وكانت أول فرقة تقرر لها الحكومة إعانة ثابتة، ولكن لم يستمر فيها طويلاً وتركها. بعد ذلك انضم إلى الفرقة القومية، وكان يرأسها في ذلك الوقت الفنان خليل مطران، وظل فيها 10 أعوام كاملة. كانت بدايته السينمائية مع بدايات السينما المصرية نفسها، حين اختاره المخرج محمد كريم ليشترك في بطولة فيلم زينب الصامت من تأليف الدكتور حسين هيكل وإنتاج يوسف وهبي، وكان أمام الفنانة بهيجة حافظ. بلغ رصيده الفني من الأفلام 240 فيلماً، ولكن المشهور منها والموجود 55 فيلماً، وقدم على سبيل المثال العزيمة عام 1939، وزليخة تحب عاشور عام 1939، وإلى الأبد عام 1941، والشرير عام 1942، وعدو المرأة عام 1946، وآخر أفلامه أجازة صيف عام 1967. اختارته مجلة باري ماتش الفرنسية بوصفه واحداً من أفضل 10 ممثلين عالميين، وأطلق عليه رائد مدرسة الاندماج، وكان نموذجاً رائعاً للنجم السينمائي المنفرد في مواهبه. يعني في الحقيقة فنان عبقري، مهما تقدمنا بالتكنولوجيا ومهما وصلنا لإيه، هيفضل الممثلين دول هم الأصل، وتفضل الأفلام دي هي الحاجة المرجع لينا اللي احنا بنرجع نتفرج فيه على سينما جميلة وفن أرستقراطي وزمن فعلا زمن جميل. وهو كان مدرسة يعني فعلا رائد مدرسة الاندماج والتقمص، كان بيعرف يعيش شخصية كويس جدا، عشان كده كان بيحتاج وقت كبير قوي قبل التصوير. يعني في موقف بيحكيه وحش الشاشة فريد شوقي، بيقول وانا بعمل فيلم جعلوني مجرما اتكلمت مع رمسيس نجيب وقلت لهم ما نجيب زكي رستم، كنا محتاجين حد نجيب زكي رستم، فبعد مداولات استقرينا ان احنا هنجيب زكي رستم. فجيف عايز كام؟ قال عايز 800 جنيه، وده كان مبلغ كبير جدا في هذا التوقيت. فطبعا رفضوا، شهر شهرين خلاص جه وقت التصوير ولسه ما استقروش على حد، فقالوا نرجع تاني نجيب زكي رستم. فلما جه واتفقوا ومضى العقد واخد الفلوس، قالوا له هتنزل تصوير من بكره، راح قايم مقطع العقد ومقطع الفلوس، قال لهم انا مش مركون على الرصيف ولا قاعد على الرف، هتقول لي انزل بكره عشان تصور، هنزل. انا لازم اعيش الدور، لازم اتقمص الشخصيه بجد عشان اعرف اديها. وشفناه بيأدي ادوار كتيره وادوار مختلفه، وعلى الرغم من الصرامه والشده اللي كان بيأدي بيها ادواره، الا انه كان في الحقيقه طيب جدا جدا جدا، طبعا بشهاده الناس اللي كانوا قريبين منه. وخليني اقول لحضراتكم كمان ان رصيف نمره 5 من الادوار المهمه جدا اللي زميلنا شاذلي هنا حتى بيحب جدا زكي رستم، وبيتكلم عن سبحته متاثر قوي بيه.